فقد رجوعها إذن زوجها. شلون؟ كلامها بالخارج، صوتها عالي ناصي. نلتفت شوف إمام الزمان دا يشوف، عندما نستشعر وجود إمام الزمان نشوفه موجود يمنا يراقبنا، لا ننحرف عن الطريق. هاي بعض الإخوة ما يلتفتون، أنت جالس مع صديقك بوب بالطريق، ها واحد ويا صديق بالطريق يتكلمون بكلام يعتقدون بأنه ما سامعهم هو أحد، هم بس يتكلمون بينهم سرائر وما سرائر وكذا. سبحان الله يتفاجؤون عندما يأتي إمام الزمان يقولهم ليش سويتوا هذا التصرف، ليش قلتوا هذا الكلام، وأنت حاضر؟ طبعا حاضر، أنا وياكم أقرب لكم من حبل الوريد. أنا إذا فكرتم بأمر، والله أنا ما عندي ذرية، أنا ينقصني مال، أنا عندي مشكلة، أنا متعسر أموري، أمور زواجي متعسرة.